خلينا كده نبدأ من ذكريات كتيرة، ولكن دايما بنحب نعرف اشمعنى جت كرة اليد في وقت كانت الكورة هي الأبرز دايما. هو طبعا كانت بالنسبه لي كانت مفاجاه، لان يعني كان بيقال ان انا كنت مميز في كره القدم، كنت بلعب كره كويس، كنت انا واخويا اسمه انس، طبعا كان اصغر مني بسنه، يعتبر هو لعبته شريك في حياتي اسكندريه برضه. في اسكندريه، وكنا بنلعب زمان، احنا ما كانش الانديه، كنت قاعد في نادي اولمبي، بس ما كناش بنلعب كتير الا في الدورات الرمضانيه وكده. فجت الفرصه ان هو والدي مشترك في نادي اولمبي، فقال لي ما تروح النادي انت واخوك العبوا قدم يعني. فدخلنا ملعب القدم، لقينا فيه اختبارات وحاجات كتير كده وزحمه وبتاع، لقينا ملعب فاضي ومش عارفين بيلعبوا ايه، ده ملعب صغير في الهاندبول، كان جوه النادي يعني، اللي هو ملعب الهاندبول اللي كان عندنا في النادي الاولمبي. فلقيت واحد صاحبي بيقول لي تعالى احنا في النهارده عندنا تدريب، لو تعرف تيجي النهارده. انا كنت موجود كان الصبح سن حضرتك قد ايه؟ بالظبط كان عندي 9 سنين. كنت انا واخويا بنروح مع بعض يعني، انس كنا بنروح على طول مع بعض النادي يعني. فالكلام ده بالظبط بعديها بيوم قلت له لا مش قادر اجي النهارده، وتاني يوم خدت اخويا انس ورحنا، فتعرفنا على مدرب ربنا يديله الصحه ويبارك له في عمره، كابتن محمود مرغني، طبعا من اول الناس اللي علموني كره اليد. وكان الكلام ده بالظبط كان بنتكلم في سنه 79، اول بطوله نلعبها كانت حاجه اسمها وديه كده، كنا بنلعب ماتشات، كان هما 3 فرق في اسكندريه، كان ساعتها السبورتنج وسموحه والاولمبي، وكنا بنعمل دورات، وكنت الدورات دي كنت بطلع فيها يعني الحمد لله، كنت بطلع احسن لاعب وهداف الفريق وبتاع. فكان يدوني شوكولاته يعني، كان زمان كان يدونا شوكولاته، كان المدرب كان يدي شوكولاته للهداف ويدي شوكولاته لاحسن لعيب والفرقه بتكسب، فكنت اطلع بروح البيت معايا شوكولاتتين، اخويا كان ياخد تاني، فكان ياخد شوكولاته يقول لي انت خدت، اشمعنى انت 2. موضوع بسيط يعني. الموضوع كان بسيط بس هو كان جميل طبعا. أكيد. وكانت حاجه كانت بدايات ان احنا نلعب كره اليد. انا سبحان الله يعني بعد فتره زمنيه قصيره جدا، الله يرحمه كان احمد بحر جسور، كان مدرب في النادي الاولمبي، كان مدرب القدم، قال لي تعالى العب معايا كره قدم، انا خليك مصطفى عبده التاني، انت بتجري سبرنت كويس قوي وبتاخد الكره بتجري بيها. فكانت دي كانت البدايه، وقال لي تعالى وبتاع، فقلت له طيب بس انا عندي ماتشات في الهاندبول في دوره الميني، بقى كنا بنلعب بقى ساعتها دوري الناشئين. انا عاجبني بس واقفه عند فكره ان الاهل سايبين الولاد في النادي يلعبوا اللي هم عايزينه، والدنيا ازاي كانت سلسه. دلوقتي علشان واحد يروح يلعب رياضه يروح النشاط الرياضي واشترك له مش عارفه ايه، ولازم انت الموضوع سهل، انت رايح مع واحد صاحبك دخلت مدرب قال انت كويس بقيت بتشارك معاهم في الدورات. احنا كنا وصلنا مرحله ان احنا يعني انا هقول يعني خبر الله يرحمه مع والدتي يعني، ربنا يغفر لها ويرحمها وينور قبلها، كانت بتقول لي انت بتلعب ايه؟ يعني في سن ال 14 سنه كانت بتقول لي بتلعب ايه؟ بقول لها ليه يا ماما يعني بتقولي كده؟ تقول لي يا ابني انت بتيجي، كنا بنلعب على حمرة بقى، ملعب حمرة طبعا. فبتيجي بقى فكنت التيشيرت كان يبقى ابيض يبقى احمر وينزل ورجلك الرمله توسخ الشقه. لا يعني اللبس اللي احنا لابسينه دوت مش لبس واحد كان بيلعب رياضه، كان في الفاعل يعني، كان راح يشتغل يشيل الرمله. فكانت بتعرفش يعني، لغايه لما بعد كده بقى جرايد تكتب ان في لعيب في اسكندريه في نادي السفير، كان في جرايد السفير كده كانت بتطلع استفتاء سنوي للرياضيين، كنت باخد احسن ناشئ احسن ناشئ احسن شاب من 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 في الاستفتاء يعني. فكانت تقول لي ده اسم مكتوب وبتاع كده، ما كانش يعرفه يعني. الا بعد كده انت حضرتك قلتي في الكلام حتى في المقدمه، الميديا ما كانتش موجوده زمان زي دلوقتي ما شاء الله. احنا دلوقتي واحد بيجيب جون العالم كله بيشوفه يعني. احنا كنا بنلعب بطولات نخسر بطولات كتيره جدا احنا والجيل بتاعي ده، وناخد بطولات وناخد احسن لعيبه وناخد هدايا ما كانش حد يعرف عنها حاجه، وما كانش بتصور يعني. فدي كانت البدايه ان احنا كنا رايحين نلعب قدم، حولنا لكره اليد.